بصوا احنا عندنا طبعا محمد صلاح، نخش بقى في الكوره، عندنا محمد صلاح، فنسمع لصلاح تسقيفه كبيره بقى تكسر الدنيا توصل لانجلترا. تمام؟ زي صلاح واسطورته في كره القدم كده، احنا في واحد انا شفت ان هو موجود جاي يسمع ويجز، وهو اسطوره من الاساطير، فهسيبكم تشوفوا هو مين وهجيبه عشان يتكلم معاكم. تحية كبيرة قوي 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 للأسطورة أحمد الجندي. يا جندي أنت مش منور الساحل ولا العالمين، ده أنت منور الدنيا كلها. حبيبي يا إبراهيم والله أنا مبسوط إن أنا وسطكم كلكم دلوقتي، ومبسوط إن أنا كمان مع إبراهيم النهاردة. طب ما نديله واحدة، بنحبك يا جندي. منور الدنيا يا جندي. انا عايز اسمع انت بتحب تسمع ايه الويجز، لان الناس بص خلاص الناس عايز تسمع ويجز والمسرح هيولع دلوقتي. لا هما اغنيتين اللي بحب اسمعهم لويجز جدا، الاولى البخت والثانيه دورك جاي، يعني دول اكتر اغنيتين بصراحه انا بحبهم لويجز. ده انت زي يمنى مراتي واسيا وماريا وبنات البخت. طب انتوا عايزين تسمعوا ايه؟ لا انا مش سامع ويجز عايز يسمع، عايزين تبتدوا بايه؟ البخت. يا جندي نورت الدنيا، تحية كبيرة جدا جدا يا جماعة لأحمد الجندي، وتحية أكبر ليكوا أحلى وأجمل وأجدع شباب وبنات في الدنيا. 10 دقايق ويجز هيولع المسرح. مساءكوا زي الفل.